نتشرف بيه طبعا، نتشرف بالاستاذ خالد، ونتمنى ان شاء الله نتعاون ونكون عند حسن ظن الجميع. استاذ صادق واستاذ خالد، وكل سنه وانتم بخير. سيدتي اهلا بك معنا في اخبار اليوم. اهلا وسهلا بيك. سامح حضرتك متواجد النهارده في الخطوط اليمنيه والاحتفال النهارده، كلمنا عن الايفنت النهارده. يعني بمجرد ما الواحد بيدعى من مكان ومن بلد عزيز عليه، لانه العلاقه بين مصر وبين اليمن علاقة بعمق التاريخ، ما هيش عمرها سنة ولا عشرات السنين، وإن كانت تجسدت في العصر الحديث في الستينات إلا إنها ضربة في التاريخ يعني، وكلنا عارفين يعني. واليمن بتعتبر أمن قومي لمصر، مصر بتعتبر أمن قومي لكل دولة عربية يعني، هو أمننا القومي عموما هو من المحيط للخليج. فلما بيكون في اي احتفال هو احتفال لنا كلنا، لما اليمن بتحتفل بمرور، اما الخطوط الجويه اليمنيه بتحتفل بمرور حوالي 60 سنه تقريبا على انشائها، او على اول خط قام اظن كان من عدن او من اليمن الجنوبي الى مصر، لما بتحتفل بده فده احتفال بالمصريين، احتفال المصريين بيهم ايضا يعني. فما نتاخرش طبعا في يكون في تبادل ثقافي او فني ما بين مصر واليمن في المستقبل يعني. هو طبعا انت عارف اليمن فنها غني جدا، والايقاعات بالذات والمطربين، وبعدين احنا علاقتنا جيده بمطربين حتى على مستوى العلاقه الانسانيه. كل فنان هو بيمثل شعبه، ويمكن الفنان المصري بيمثل الشعب العربي بشكل عام، الفنان اليمني بيمثل المنطقة الجنوبية كلها. فاحنا حاسين ببعض، لكن التواصل ده بيتم من 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 نظم سياسية، انهم يستثمروا هذه القوى الناعمة للبلدين ويعملوا تبادل ثقافي، وده بيبقى دور العلاقات الثقافية الخارجية اللي ما بتتأخرش لما يكون في دعوة. لكن أنا أعتقد أن المسألة محتاجة
شوية عشان الفن يزدهر محتاجة لبعض الاستقرار السياسي. بمجرد ما تستقر الأوضاع سياسيا في اليمن وتستقر الأوضاع سياسيا في مصر، أنا أعتقد أن لابد أن يكون هناك تبادل على كل المستويات بقى، مش فني بس، يعود بالشعبين بالنفع. لأنه ما يحدث الآن وعدم الإحساس بالأمان للشعوب دي بيخلي كل شعب ينكمش حول نفسه، وده المطلوب. وبالتالي في تحدي أمامنا إن احنا نحاول نتخطى مشاكلنا السياسية ونتواصل، حتى إن احنا نضيع الفرصة على من يريد تقسيم المنطقة العربية. احنا كلمين النهاردة على الإيفنت اللي احنا موجودين فيه لوكالة الطيران اليمنية ومشاركتك فيه النهاردة. والله أنا أجتني دعوة من السفارة وحبيت أشارك مع الخطوط اليمنية بمناسبة حلول 60 سنة على طيرانهم. صراحة حضرنا الحفل، حفل كتير رائع، أكثر من رائع، ومهتمين فيه، مهتمين بكل التفاصيل فيه. زينة، يعني أنت ملكة جمال الأردن ومعظم نشاطك نشاطات خيرية، إيه أهم النشاطات الخيرية اللي أنت عملتيها الفترة اللي فاتت؟ الفترة اللي فاتت هلأ قصدك؟ أنا هلأ أصلاً جاي على مصر عشان بدي أروح على مستشفى 357 عشان أنسور أطفال أيتام، وإن شاء الله أقدم لهم الدعم اللي بقدر عليه إن شاء الله، وجاي كرمال أنشط السياحة بمصر لأني أنا سفيرة العطاء وسفيرة السياحة. أنت واخدة من وزير السياحة المصري أن أنت سفيرة لمصر برضو. إيه جهودك في تطوير السياحة مثلا ما بين مصر والأردن دلوقتي؟ والله أنا أساساً دارسة إرشاد سياحي، وصار لي 6 سنين بشتغل أنا تور جايد، بكالوريوس تور جايد، فعندي قاعدة سياح كتير كبيرة، هاي من إسبانيا وألمانيا وإيطاليا، هدول حالياً بيجوا على الأردن أنا بجيبهم. فكرمال هيك أساس أنه أحاول أنه يعني بالضبط، لأنه الأردن ومصر كلنا شعب واحد. هل كنت سفيرة جيدة في الأردن بلدك عن مصر؟ أكيد. إيه عن الشعب المصري؟ الشعب المصري شعب راقي وطيوب كتير، شعب محترم كتير، ما بحس حالي ابدا وانا بمصر اني انا برا بلدي، انا بالعكس انا هنا بحس بامان. وبدي احكي كمان شغله، انه مصر امن وامان فيها كتير، وسياحه كتير حلوه، بنصح كل حدا يجي على مصر سياحه، وانا واحده من الناس اللي جاي سياحه، باجي سياحه عليها كل سنه. زينة، مفيش مشاريع سينمائية أو حاجة تعمليها جديد؟ أكيد في، بس هاي كلياتها سربرايز، ما هحكي فيها ولا إشي. هتكون في مصر هنا ولا في الأردن؟ لا مصر، وبتمنى إنه كمان يكون بالأردن في علاقة، في تواصل بين الفن المصري والفن الأردني، لأنه يعني بحس إنه لازم إنه هيك إنه يكون في تواصل أكثر من هيك، أو مشاركات فنية بين الأردن ومصر، وإن شاء الله تصير يا رب. زينة نورتينا. شكرا لك.